مع الطبيب النفسي معالجة لمسائل الصحة النفسية. إلا مجال الصحة يا راديو الحياة فم إذاعة القيروان الصحة. مرحبا بالناس اللي التحقت بينا في الاستماع على البوند فم 93 بيان سور، سينو الناس اللي برانشي معانا على الحياة بوان فم، وإلا الناس اللي متابعين على الباج اوفيسيال فيسبوك في مختلف البرامج متاعنا. اليوم مع الطبيب النفسي الموعد يتجدد معاكم كيف ما العادة كل نهار أربعة انطلاقا من العشرة متاع الصباح، نحكي لكم على مختلف المواضيع اللي تهم الصحة النفسية متاعكم، ونحاولوا هكا نطرحوا بعض المواضيع اللي انتوما بيان سور الناس كل انتريسي بها، واللي زاده كيف كيف تخليهم لنا على تليفوناتنا 70 035 120. اليوم موضوعنا مش نحكي لكم على قلق الانفصال، فما برشا ناس تتسائل هل انه فما حقيقه قلق الانفصال، سورتو الامهات اللي تحكي لك تقول لك على قلق الانفصال بالنسبه للصغير، هل انه يعتبر مرض بالنسبه للصغير والا لي؟ بيان سور هذا اللي باش نوضحوه مع اهل الاختصاص، سينو باش نتطرقوا اكثر الى قلق الانفصال عند الناس الكبار وشنو بيان سور كيما نعودوكم في مختلف المواضيع نحاولوا نحكي لكم على اعراض اللي تهم قلق الانفصال هذا. ساعه قبل ذلك الكل بيان سور نحاولوا نعطيكم المفهوم نتاعو نتاع اضطراب قلق الانفصال، نمشي لكم بعد للاعراض وكيف كيف كيفيه السيطره على القلق هذا. سينو بيان سور نشوفوا شنو هما طرق العلاج اذا كان فما طرق العلاج وسبل الوقايه اللي نحاولوا نختموا لكم بها. هذاك علاش كيما العاده وكيما معودتنا دكتور ديم غشام رئيسه قسم الصحه النفسيه ب مستشفى الرازي حاضرة معنا بار تليفون. مرحبا بك مدام ديما. مرحبا يعيشك، مشكورة جدا انت على تلبية الدعوة دكتور. دكتور اليوم موضوعنا باش نحاولوا نحكيوا على قلق الانفصال، فما برشا ناس ممكن تتعرض هكا الازمات سورتو مع قلق الانفصال كيما قلت انا جوست دكتور، اللي فما بعض الامهات وهي هذا اللي جاتنا معناها حتى المواضيع اللي طرحت علينا عبر الهاتف، اللي يسالوا فينا هل انه ساعه فما قلق انفصال بالنسبه للصغار والا تعتبر ساعه حاله عاديه بالنسبه للصغار، ونمشيوا بعد ونحكيوا على قلق الانفصال عند الكبار. هو الانفصال عند الصغار توجد وقت اللي مثلا يبداو يتقلقوا كي والديهم يمشي يهزوهم الروضه ويخليوهم. هيك هو اللي نراوه، هذا هو القلق اللي نجموا نراوه. اما الانفصام نراوه كان عند الصغار عمرهم اكثر من 18 سنه. داكوغ بي دونك هنا يا دكتور القلق يكون دخل برشا حاجات لازم نعالجوه ولازم نراوه. فوالا كنا نحاولوا دكتور ساعة قبل هذيك الكل باش نحطوا الناس الكل في الإطار، نحاولوا نعرفوا لهم شنو هو قلق الانفصال اكزاكتومون وشنو هو باش الناس الكل تعرف اش معناها اللي قاعدين نحكيوا فيه لليوم. القلق هو العبد يحس في روحه ماهوش واحد، يحس في روحه معناتها متعدد، يحس في روحه يحس في الخوف ماهوش ما فاهم علاش عنده الخوف، والخوف موجود عنده وعنده شويه كآبه وعنده شويه قلق وما عادش ينجم يركز وما عادش ينجم يستوعب وما عادش ينجم يحط في مخه الذاكره نتاعو دخوله. هذو هما الاعراض اللي نلقاو في الانفصال. فوالا دونك هذوما معناها جينيرالمون دكتور اللي اذا كان عبد يحس روحه باش يبعد على عبد اخر ينجم يحس بالاعراض هذيا كيما قلت انت، يكون عنده هكا شويه قلق. هل انه القلق هذا بيان سور يعتبر مفرط والا ليس؟ باش نجموا نحدوا المفاهيم هذيا، وهل انه تصير له هكا كل خوف ينجم يدخل زاده في حاله هستيريا اذا كان الشخص هذاك بعد عليه؟ كيفاش نجموا نحدوها هونيا دكتور طريقه الاعراض، خاطر ديما معناها ديما لاحظوا الاعراض في مختلف الاضطرابات اللي قاعدين نحكيو فيهم اللي هما بريسك نلاحظوا اللي هما كيف كيف دكتور. العبد يحس بروحه يضيع البوصله نقولوا، ما عادش الكل يكونترولي في روحه، ما عادش هو يحكم في شنو يحب يعمل فيه. هيك هو اللي يكون لا سونيت دالارم، معناتها اللي لازم تو سويت يحدد اللي هو قاعد كيما نقولوا احنا يهبل معناتها شوي، معناتها هو الحاله هذه لازم واحد ما تو سويت يمشي عادي على خاطر ماهوش حاجه تداوى بسهوله.
دونك دكتور، هنا قلق الانفصال عند الكبار، هل انه ينجم يكون قلق الانفصال زيد على ام؟ ساعات لاحظوا بعض الامهات باغ اكزومبل اذا كان ولدها يعرس والا بنتها تعرس، تحسها تعيش حاله الكآبه هذيك والحزن اللي معناها جراء الانفصال هذيك. زيد كيف كيف نجم هنا نحكيه على زيد انفصال الشريك، انفصال على الزوج، انفصال على شخص مقرب. هل انه هنا طبيعه الاشخاص اللي تربطنا بهم العلاقه، هل انه هنا هي اللي تنجم تحدد زيد قلق الانفصال من عدم؟ اي بيان سور، ماهوش كيما واحد ولده ولا بنته كيما راجله ولا كيما خوه، ولا مش خلط طبيعه العلاقه اللي تكون موجوده. الانفصال يكون اشد وقت يكون واحد مثلا بنته ولا ولده. دونك دكتور، هنا نجمو نحكيو على كما قلنا احنا الاعراض اللي تصاحب الاشخاص هذوما، هل انه الحالات هذيا تعتبر حالات وراثيه؟ فما اسباب معينه وعلم النفس؟ لا، ماهمش وراثيه، حالات ماهمش وراثيه بتاتا، حالات يجيو في انفيرونمون، في بيئه، ولا في وقت حتى واحد يبدا ستريسي، يبدا مقلق، يبدا عنده برشا مشاكل، معناتها وقتها يكثر الاحساس بالخوف، بالسوليتود، بالوحده. هذا هما اللي يسهلوا الامور، اما ماهوش حاجه بالكل وراثيه. هنا يا دكتور، ما نمشي ممكن نحكي زيادة كيف كيف على التأثيرات، كيما تأثير قلق الانفصال كيما حكينا احنا على مشاعر الشخص الفردية في حد ذاته هو والا حالته النفسية، نجم يمتد التأثير هذا على علاقاته الاجتماعية ولا والا العاطفية؟ من التأثيرات اللي نجم نحكي عليهم، اي يجمع عنده برشا تأثيرات، واحد يولي كئيب، يولي منغلق على روحه، يولي ما عادش يحب يشوف حتى حد، يولي ما عادش عينه عنده حتى علاقة مع اي حد، دونك باش نراو في كل شيء، معناتها لي كونسيكونس تاع القلق هذا باش نراو في كل شيء. دونك دكتور، نحاولوا نحكيو زيد كيف كيف على العلاجات، على خاطر على حسب التقريب اللي فهمنا اللي التاثير نتاعو كبير كلك سوا في العلاقه، سورتو في طبيعه العلاقه من بعد. هل انه انتم كاطباء نفسيين عندكم علاج لحاله القلق نتاع الانفصال هذا عند الكبار؟ كيفاش تكون بيان سور الخطه العلاجيه اللي تمتهنوها انتم؟ مش بديلهم برشا المحيط نتاعهم، في اكثر حالات معناتها المحيط لازم ديما يكون هو بيه. كي تبدل المحيط الكبار باش تبدل لهم حياتهم كيما ينجموا يكون القلق قليل. فوالا. هذا مهم. دونك معناتها كي يبدا عايش في بقعه ما ينجمش تبدل له البقعه اللي هو عايش فيها. دونك هنا معناها دكتور شنو، هل انه معناها العلاج السلوك نتاعو هو اللي نجمو ننتهجوه؟ هل انه كيما انت قلت معناها المحيط نتاعو ما نجموش نبدلو فيه الكل كمان كمحيطه، معناها سورتو الاسري ينجم يكون وهو كيما طبيعه الاشخاص اللي ذكرناهم قبيله بشويه. العلاجات هل انه تنجم تكون بالعلاج السلوك المعرفي والا العلاج عن طريق الادويه؟ شنو الثيرابي اللي تنجموا انتم تعملوها؟ العلاجات الكل ممكنين، والعلاجات الكل يكونوا مع بعضهم، ما نجموش نعالجو اونيكمون بالادويه. فوالا. كيفاش يكون كامل؟ بالادويه، بالكلام، وبالبيئه. البيئه لازم تزيد تعاوننا في العلاج نتاع القلق. دكتور، كما العاده نحاولوا نختموا بسبل الوقايه، هل انه فعاله سبل الوقايه في الحالات هذه؟ والا ما نجموش نعرفوا الشخص هذا ينجم يكون يعاني من قلق الانفصال والا لا؟ هو العلاج هو لازم تكون الحاله مفهومه و معناتها تفهم تنفع، معناتها نفهموا علاش ثم هلا لازم نبعدوا على حد، علاش لازم نفسروا شنو باش يصير. هذا هو اللي لازم نكون ديما واعيين به من زمان، باش يكون حاجه مش مفهومه خصوصا صغير، معناتها باش تبعدوا على والديه ولا على امه ولا حاجه، لازم تفسروا بادي كالندري، تقولوا احسب او بنهار هاو 10 ايام ونكون بحذاك، وهذا كل لازم يكون ديما بالتفسير وبالتعويض. توعي الانسان، توعي اللي باش تبعد عليه، ما يكونش حاجه موش فاهمها وموش حاسسها بلي شنو باش يصير وعلاش يرفض. باهي
دكتور، مشكورة جدا دكتور ريم غشيم رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى الرازي، حاولنا ناخذ بعض المعلومات في إطار موضوعنا لليوم، أسباب قلق الانفصال سورتو عند الكبار وبيان سور طرق العلاج. هو القلق ديما جزء صحي من الحياة نتاعنا يعتبر، وديما يقعد ضمن الحدود الطبيعية. إذا كان تجاوزناها بيان سور نحاولوا نطرحوا لكم المواضيع اللي تهمكم في خصوص القلق. اليوم حكينا لكم على قلق الانفصال separation anxiety، هذا هو موضوعنا لليوم. سورتوني نعرفوا برشا ناس يعانيوا من بك الخوف والرهبه بعد الانفصال، ما ينجموش يعيشوا حاله الانفصال ويدخلوا في مساله الاكتئاب وما بعد والمخالفات نتاع الاشياء هذيا. حكينا لكم على اختلاف اشكال قلق الانفصال، من قلق الانفصال عند الام كيف زاد قلق الانفصال عند الطفل، وحطينا اونتر غيمي قلق الانفصال عند الطفل على اعتبار انها هي فتره محدده فقط بالنسبه للطفل نجم ما تتجاوزش 3 سنوات، زاد انفصال على الشريك كيف الانفصال عن الزوج، والا اذا كان حد عندك تجاهه مشاعر معينه ومشاعر تكون قويه يولي هناك يدخل فك قلق الانفصال العاطفي. زاد كيف دكتور ريم حاولت تعطيكم بعض الاعراض اللي تنجم تصاحب الاشخاص هذوما، واعطيتكم طرق العلاج اللي تكون توعويه، سورتو طرق الوقايه اللي تكون توعويه بحته. دونك لازمك تفهم العبد هذاك، تفهم شخصيته، تحكي معه وتحطه في الاطار اللي لا محاله منه قال الانفصال هذايا، والا اذا كان صغير باغ اكزومبل سورتو برشا امهات تروح علينا الموضوع هذا فيما يخص صغيرهم، الصغير لازمك تفهمه وتعطيه وتحطه في الاطار وتوعيه وتعطيه مده محدده، سورتو با تكذب عليه وتقول له راه باغ اكزومبل تاو نجيك في الوقت الفلاني، اي باغ كونتر ما تجيوش في الوقت الفلاني، دونك وقتها هو مش يدخل في قلق الانفصال. هذا هو موضوعنا لليوم في مع الطبيب النفسي، ان شاء الله نكونوا فدناكم الساده مستمعين الكل. سينو بيان سور مرحبا بتليفوناتكم على 70 035 120، اذا كان عندكم موضوع يهم الصحه النفسيه نتاعكم تحبوا اهل الاختصاص يجاوبوكم على اسئلتكم كيف مرحبا بتليفوناتكم على 70 035 120. تلقاو الانتغراليتي نتاع الانترفيو هذا على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فام. سي دون غران ميرسي لامنا بوخيت في الاخراج التقني للحصه، محمد ذي فجريه اللي كان امن لكم الديجيتال. نذكركم شويه اخر تلقاو رحيم المجبري في سونتي 5.0، سينو مريم منصوري تقول لكم بقيه متابعه طيبه للبرامج الحياة فام، دمتم في امان الله. مع الطبيب النفسي معالجة لمسائل الصحة النفسية.